اليوم في إطار برنامج أوبن شباب كانت حصة تقديمية لبرنامج تكوين لمجموعة من الشباب حول موضوع ديال المساواة بين النساء والرجال. وبما أنها كانت حصة تقديمية وتمهيدية للبرنامج كانت فرصة للحديث عن المفاهيم، وتمكننا من الاشتغال الجماعي بأن نحدد واحد المرجعية مفاهيمية واضحة حول ما معنى المساواة وما علاقتها بباقي المفاهيم كالحرية والكرامة والعدالة، وفي ارتباطها أيضا ببعض المفاهيم المرتبطة بالسياسات والاستراتيجيات كمفهوم الإنصاف وكمفهوم المناصفة. في النقاش أيضا طرحت مجموعة الشباب في تعريفهم وفي فهمهم لهذه الإشكالية ديال المساواة بين النساء والرجال، شنو السبب ديال هذه اللامساواة الموجودة داخل المجتمعات، وبالتالي كانت فرصة لتفسير اللامساواة في ارتباطها بالعلاقات اللامتكافئة بين الجنسين، في ربطها بالهيمنة الذكورية، وكانت فرصة لفهم أيضا العنف في علاقته بالتمييز وفي علاقته باللامساواة. وخلصنا إلى أن يعني ولات عندنا واحد الأرضية مشتركة باش نفهمه فهم أحسن من السابق لهذه المفاهيم اللي هتساعدنا على تناول القضايا المرتبطة بالمساواة بين الرجال والنساء.